السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غنشوفوا الحالة الوبائية في إيطاليا، غنحاولوا نقارنوا الأرقام ديال اليوم بالأرقام ديال البارح. الحمد لله كاين تحسن طفيف في الحالة الوبائية في إيطاليا، مع يعني تسجيل عدد ديال الناس اللي توفات، اللي هو رقم كبير جدا وغنتكلموا عليه حتى هو. غنمشيو نشوفوا الناس اللي كتاخذ العلاج ديالها في الدار، شحال ديال التحليلات دارت، والناس اللي في الثيرابي انتنسيف في الإنعاش، وغندير واحد النظرة إجمالية على العالم وعلى إفريقيا إن شاء الله. نشوفوا أش واقع في البلدان المجاورة ديالنا، الإخوان ديالنا التوانسة والجزائر وكذلك مصر. ولكن نبداو بإيطاليا، إيطاليا اللي همانا دابا. حنا عايشين في إيطاليا، خصنا نشوف الحالة الوبائية في إيطاليا. نبداو بالناس اللي يعني تصابت بالفيروس في آخر 24 ساعة، اللي كنتكلموا على 2729 شخص. يعني الأمس كانوا 2200 وشي حاجة، اليوم 2729، كان واحد الارتفاع في الناس اللي خداو الفيروس. هذا السبب يعني راجع بالأساس للعدد ديال التحاليل اللي كيداروا كل نهار. يعني إيطاليا كتكثر التحاليل، وغنمشيو نشوف العدد ديال التحاليل شحال، ولكن كيبقى رقم مرتفع. يعني الا جينا نشوفوا حنا وناخذوا الامر بواحد التفكير اللي هو عميق ومعمق، كنشوفوا سد عنينا في ديورنا هذه شهرين تقريبا، من الاخر ديال شهر جوج، حنا دابا في الاخر ديال شهر اربعه وباقي كنسجلوا 2700 حاله. امر كيطرح عديد ديال التساؤلات، وغادي نحبس انا الكومنت ويعني التعليق ديالي على هذه الحالات اللي كتسجلوا 2700 2000 البارح كانت نزلنا، الايام اللي فاتت كانت كلها فوق 3000، اول مره غادي ينزل تحت 2000 منذ حوالي شهر واكثر. البارح نزل 2200، قلنا مزيان الحمد لله، حتى دابا الحمد لله، ولكن 2729 حاله من بعد شهرين وكثر ديال انتساب ذلك في الدار. يعني حاله ما لا اجد لها تفسيرا صراحه. الناس اللي تشافوا رقم قياسي ايطالي وطني، يعني في ايطاليا 2723 شخص كتشافى في نهار واحد، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي تشافات راه 51600. بطبيعه الحال الرقم اللي قلت لكم انا هذه السيمانه ولا نقول لكم فيها، ما دام الرقم ديال الناس اللي كياخذوا العلاج هو 107700 108000 كانوا البارح، هذا الرقم غادي نبقاو نشوفوه في 300 في 400 500. حنا نتمناو ينزل تحت 400 ويولي 300 ويولي زيرو، ما نتمنى هذا الشيء اللي نتمنى، ولكن يعني الحقيقه ديال الامر هو انه هذا الرقم كيبقى يتسجل كل نهار 400. اليوم راه 534 شخص اللي توفاو. انا بغيت ندير واحد يعني واحد الملاحظه على هذا العدد ديال الارقام ديال الناس اللي كتوفى. حنا دابا تعودنا ولينا كنقراو ولا كيجينا رقم، ولكن اخوان راه 534 شخص كتوفى راه ماشي شي حاجه عاديه، راه ما نقولوش عادي ولا راه رقم ديال الاموات، حيت حنا ما مقيوصلش منها اوكي، ولكن الناس تفكروا 534 شخص اليوم في الاخر 24 ساعه فقدوا شي واحد عزيز عليهم في العائله ديالهم، الاكثريه غيكون جد ولا اب ديال العائله ولا شي حاجه. يعني حاله ديال الاموات في ايطاليا بسبب الفيروس راها فظيعه، كبيره بزاف كبيره بزاف كبيره بزاف اخوان، ما خصناش نبقاو ناخذوا كرقم وصافي سهل. كاين هذا ارقام ولكن راهم اشخاص، راه حياه، قصص ناس، حب من اجل الاحفاد ديالهم، عندهم اولادهم، عندهم يعني سبحان الله رقم كبير بزاف 24648، مع الملاحظه اللي كدير الصحافه وكيديروا بزاف ديال الاطباء انه كاين واحد العدد كبير ديال الناس اللي ماتوا في الكازي دي ريبوزو في دار العجز وما محسوبينش في هذا الرقم. يعني حاله كارثيه من ناحيه الاموات، حاله كارثيه لهذا الفيروس هنا في ايطاليا على الاقل، وهذا راجع العديد من الاسباب انه هو عدد ديال المرتفع ديال الساكنه ديال ايطاليا. يعني كنهضروا على واحد الساكنه اللي في واحد فيها واحد النسبه كبيره ديال العجزه، فيها واحد النسبه كبيره ديال الشيوخ. اليوم كيف ما قلت لكم 107709 يعني الناس اللي كتاخذ العلاج، مقارنه بالامس، يعني الامس كانوا 108000، نمشيو نشوفوا الرقم 108000، اعتذر، كانوا 108000 و 237، اليوم ولاو 107709. يعني الناس اللي كياخذوا العلاج مقارنه بالامس ولاو قل 528 شخص. يعني هذا خفوا على العبء على 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 الصحه، يعني هذا هو الشرح ديال السهل، العبء اللي كاين على الصحه وعلى السبيطارات وعلى الناس اللي كتاخذ العلاج خف. البارح كان واحد الرقم، اليوم قل. علاش؟ حيت ما شاء الله اليوم تشافوا ناس بزاف خوا والبلايص، للاسف ماتوا ناس بزاف، وحتى هما يخوا والبلايص الناس اللي كتشافوا ودخلوا واحد العدد اللي هو 2000 كما قلت لكم، و700 اللي خداو الفيروس جداد، وكذلك واخا دخلوا 2700 راه الرقم قل من البارح. نمشيو نشوفوا شحال من تحليلات دارت في ايطاليا.
اليوم. التحليل اللي داروا في ايطاليا الاخوان هو كالتالي، بلاتي غنلقى لكم الرقم، هو هذا اوكي 52000 تحليله و 121 126 52000 126 تحليله اللي دارت، لقاو فيها 2729. هاد 2729 اخوان راه كتعني الرابورت اللي كاين 5.2%، يعني كل 100 تحليله 5.5 التحليلات فاصله 2 كيكونوا بوزيتيف. البارح كانوا 6 والبارح كانوا 5.6، اليوم 5.2، رقم ممتاز جدا. نمشيو نديروا اطلاله سريعه على الناس اللي كتاخذ العلاج ديالها في البيت، اللي هي 81104 الناس اللي كتاخذ العلاج ديالها في وهذا راه هذا الرقم راه مرتفع مزيان مرتفع، يعني ناس ما عندهاش السينتوم، يعني اكثريه ديال الناس اللي لقاو اليوم بول ديريكت قالوا لهم نتوما بوزيتيف ولكن بقاو في ديورهم. البارح كانوا 80000 اليوم 81، يعني واخا مزيان واخا بوزيتيف وداك الشيء راه كياخذوا العلاج في الدار، يعني حالتهم ما عندهمش الاعراض وما نونغرا. الناس اللي عندهم الاعراض في السبيطار اللي هما 24134. الثيرابي انتنسيفا الانعاش حتى هو خف عليه الضغط. البارح كنا الا تذكرتوا ثلاث ايام هذه كانت 2600، البارح ثاني 2500، اليوم 2471، وكيقل الضغط على الثيرابي انتنسيفا. بغيتوا تعرفوا المناطق في ايطاليا اللي فيها الثيرابي انتنسيفا خدامه بزاف، هي لومباردي بطبيعه الحال حيت فيها بريشا ميلانو وبيرغامو كريمونا، المناطق كريما المناطق اللي مضره بزاف. لومباردي كما كتشوفوا معايا راه عندهم دابا 851 سرير اللي ناعس فيها الناس دابا، هي راه خدامه اللي فيها في الانعاش. بيمونتي كنهضروا على 293 سرير، يعني شخص في الانعاش. كنهضروا على ليميليا رومانيا 282، لاتسيو 184، فينيتو 177، توسكانا 171، وليغوريا 94، والارقام الاخرى راه اقل. الناس اللي كيتشافوا في الديور بزاف هو 23000 في لومبارديه، 11000 في البيمونتي، 9000 في ليميليا رومانيا، 2838 في لاتسيو، الفينيتو 8670، في التوسكانا كاينه 5618، والتحت راه كلهم 2000 واقل. نديروا اطلاله على في العالم اش واقع. في العالم اش واقع اخوان، امريكا كتوصل ل 800000 حاله، 800000 حاله. البارح سجلت امريكا 28000 حاله جديده. ايطاليا كيف ما قلنا الحاله راها اوكي دوين عليها، نحيدوا ايطاليا ما ندوش عليها. المانيا عندهم 893 حاله جديده اليوم. الوحيد اللي ثار الانتباه ديالي بزاف هي اسبانيا. اسبانيا يعني عندها اليوم لقاو 3968، يعني كنا نتكلموا على 4000 حاله اللي تلقات جديده اليوم في اسبانيا، مع العلم انه البارح لقاو 1500. باش نتاكد مزيان انا كنت هي هذيك 1500 حاله اللي لقاو البارح. فرنسا شحال لقاو البارح؟ 2500 نقولوا، 2489. اليوم باقي الرقم ما خرجش. فرنسا عندها 155 حاله اجماليا، ولكن الديفو ديال فرنسا كيف ما شرحت لكم راه هو هذا اخوان. فرنسا ما وصلش نص مليون تحليله، ما وصلش ليها. ايطاليا دايره مليون ونص ديال التحليلات تقريبا، غدا توصل مليون ونص ديال التحليلات. اسبانيا واصله تقريبا 930000، يعني قرابه المليون تحليله. كتبقى فرنسا اللي عندها نص مليون تحليله ما واصلش ليها، يعني ما وصلش نص مليون. المانيا بطبيعه الحال هذيك راه هربات على كاع الدول الاوروبيه وعلى كاع الدول العالم، يعني دايره 100 و 1,728,000 تحليله، يعني قرابه 2 مليون ديال التحاليل. الدوله بطبيعه الحال اللي دارت تحليلات بزاف هي امريكا، 4 مليون ديال التحاليل اللي دارت. نمشيو نشوفوا افريقيا اش واقع فيها، والمغرب كذلك اش واقع فيه. افريقيا الحاله ديالها الوبائيه كالتالي، او المغرب دابا كيولي ثالث بلد، ولكن المغرب غادي بواحد السرعه كبيره، كيتقدم بزاف مقارنه بالبلدان الاخرين. عنده 3186 حاله اجماليه، منها 359 حاله اللي تشافات، منها 144 شخص اللي توفى. واليوم المغرب في اخر 24 ساعه كيسجل 140 حاله جديده. العدد التحاليل المغرب هو رابع دوله في افريقيا كامله، من خامس دوله. كاين الاولى هي جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا راه عندها ما نهضروش على الصحه يعني العموميه ديال الدوله اللي مكفصه بحال واحد ديال المغرب. كانوا هضروا صحفيين من جنوب افريقيا، ايطاليين ساكنين في جنوب افريقيا، دوا في الراديو كانوا داروا واحد الاستجواب وشرحوا لهم اشنو الفرق ما بين اللي كاين في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا عندها التميز هو عندها المصحات البريفي بزاف، يعني عندها داك الكلينيكات بزاف الخاصه.
وهما اللي دابا كيمدخلين وهما اللي كيحاربوا بالدرجه الاولى لهذا الفيروس. يعني جرب افريقيا راه دار 121,000 تحليله، يعني كنتكلموا على دار تقريبا واحد اكثر من المغرب واحد 8 ولا 9 الخطرات، يعني باش تفهموا غانا دايره 68,000 تحليله و591، مصر 55,000 تحليله، وتونس والمغرب راه تقريبا نفس الرقم هما 17,000، تونس الخوتنا 17,287 وحنايا 17,204، يعني كنهضروا على 83 تحليله كفرق. هما عندهم توانس الحمد لله عندهم الحاله الوبائيه مستقره ومزيان، وكنتمنوا لهاد الناس اللي باقا عندهم 884 هي الحاله كل الاجماليه من نهار بدا الفيروس، نتمنى لهم الشفاء كما نتمنوا الشفاء لجميع الدول الاسلاميه العربيه والغير الاسلاميه، العالم كامل نتمنوا ليه الشفاء من هذا الفيروس ان شاء الله. وهذه هي الحاله اللي كاينه اليوم اخوتي، نتمنى ان الفيديو يكون فادكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، تهلاو في ريوسكم.